انت مش موافق الاستاذ يوسف يتجوز في ريال ليه يا عم عباس؟ يا عبادة يا ابني كل شيء اسمه ونصيب. عشان كده بقى مش عايز نصيب الاستاذ يوسف يبقى زي نصيبي. يا عبادة انت ربنا كرمك اخر كرم، احمد ربنا. انا بحمده ليه النهار؟ بس ليه النهار بخاف منه؟ عشان كده قلت ما قداميش غير عم عباس، واللي يقوله همشيه. بقولك يا عبادة، انت يا ابني لازم تاكل من كدك وعرق جبينك. ازاي؟ شاركوا. اشاركوا؟ شاركوا، هو بالرسمال وانت بدكانتك وعرق جبينك، وتحاسبوا حساب المسلم والنصراني، تبقى قسمت البلد نصين. لا حرمت اهل بيتك، وفي الوقت نفسه ما كلتش من مال الحاج. السلام عليكم يا سيد مفهم. ربي يا ساتر. السلام عليكم يا عم الحاج. عايز ايه يا عبادة؟ جاي ليه؟ انا جاي اخد مراتي يا عم الحاج. عباس الضو قال لك مالي حلال، عشان كده رضيت عني وعن بنتي وجاي تاخدها يا عبادة؟ وقال لي حاجة تانية يا حاج. قال لك ايه تاني؟ قال لي اني اشاركك. تشاركني؟ بالرس مال. تديني رسمالة شغاله وتاخد مكسبك بالحق والمستحق، عشان احس وولادي يحسوا انهم اتربوا من عرق ابوهم. قلت ايه يا حاج؟ اللي قاله عمك عباس يا عبادة. اطلع لولادك، روح. بعدين معاك يا عباس يا ضو. الحق الحق يا قص، عفريتك وصل. روح بقى اعمل الشويتين بتوعك يا اخويا ادم. من نفسك ما توديناش في داهية. طبعا عارف يا بيه. عارف ايه؟ اسرار الدنيا كلها يا باشا. خلاص ما تتكلمش، هات الخيط وتعالى معايا. يلا اتفضل. اتفضل يا باشا. تعالى. حاضر. هتطلع قدامي؟ انا شايفك انت متدفع. اوعى. تعالى. امرك يا باشا. عندك يا باشا. اسكت اسكت، هات. مش من مقامك تشيل. اسكت لا اضربك على عينيك. اتفضل هات الشنطه دي. اوعى دي اوعى دي، لو وقعت تشيعك. لا دي اللي مدخلاني البيت دلوقتي، جاي عشانها حبيبي. دي جاي عشانها بقى. السلامه يا باشا. مش يا حبيبي، مش يا ولد. عربجي مش كويس. ربنا يكرمك. شكرا. وش وش. ماشي ماشي. اقفل. وش 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 وش. لو اعرف بس بتشتغل ايه. لكن على مين؟ والله لاجيب قرارك.